أين اجتمعنا هذا الاجتماع الطيب يعني لقراءة الفاتحة؟ ولو أنه أنا من الناس اللي يعني ما برغبش دائما بقراءة الفاتحة، لأن هي يعني من الأمور التي وعد بالزواج. قراءة الفاتحة هذه وعد بالزواج ليس أكثر، يعني ما لهاش أي ترتيبات شرعية، يعني الزوج العريس والعروسة قبل الفاتحة هم بعد الفاتحة، يعني ما فيش أي تغييرات شرعية، إنما كتب الكتاب هو اللي بيغير شرعا من العلاقات الزوجية. فالأفضل يا أخوانا، الأفضل دائما هنا بالنادي بالكلام ده، الأفضل يا أخوانا إننا نلغي الفاتحة ونعمل كتب الكتاب مباشرة، لأن الفاتحة ما لهاش أي أصل في الشريعة الإسلامية. يعني لا رسول الله قرأ فاتحة، ولا الصحابة قرأوا فاتحة، ولا السلف الصالح قرأوا فاتحة، ولا العلماء من الفقهاء والصالحين قرأوا فاتحة، ولا أي حد من عباد الله الصالحين من عهد النبي إلى يومنا هذا سمعنا عن حياة اسمها قراءة فاتحة. فهنا نحاول يا أخوانا، نحاول نغير هذا المفهوم، ننتقل به زي المجمع زي وهو كده، بدل ما نخليه قراءة فاتحة نخليه كتب كتاب مباشرة وخلاص كده، بحيث حتى العريس لما يخش عند العريسة تبقى ايه مراته، مش خطيبته، لا خطيبته دي ما ينفعش يخرج معاها، ما ينفعش يجتمع معاها في غرفة لوحدي، ما ينفعش يسلم عليها وتكشف شعرها، ما ينفع اشياء كثيرة جدا. لكن عندما تصير مراته شرعا بكتب الكتاب المفاهيم كلها بتتغير، اصبحت زوجة بالنسبة لي اصبحت مراته. فان شاء الله نحاول، انا نادينا بالكلام ده عن المنابر وفي خطب الجمعة، وان شاء الله نحاول نحققه، نلغي موضوع الفاتحة والتكاليف اللي بنصرفها في الفاتحة، تكاليف كثيرة جدا. يعني بعض الناس بيقول لي انه وصل التكاليف ل 5000 و 7000 جنيه و 10000 جنيه في قراءة فاتحة. طب ال 10000 جنيه دول يا اخي حطهم في جهازك، حطهم في مشروع حياتك، انت راجل طالع للدنيا دي. فالانسان يحاول ننتقل من مفهوم الفاتحة، وان شاء الله في غرض المهم هنغير الكلام ده، نحاول ننتقل من مفهوم الفاتحة الى مفهوم كتب الكتاب مباشرة، زي ما احنا كتب هذا المجمع بهذا العدد الطيب، ويلزم مأذون كتب الكتاب مباشرة، بحيث ان ايه يعني نطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام.